مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، أسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم بكل خير وبركة. أهلا بكم في هذه الحلقة من ظلال الأصيل، ونحن نتكئ تحت ظلال وارفة من الألفة والمحبة في هذا اليوم ومثله من كل عام. يحتفي العالم أجمع باليوم العالمي للتلفزيون، هذا اليوم الذي يشكل بمثابة وقفة لكل العاملين في أجهزة التلفاز المختلفة حول العالم. فكل عام وكل الزملاء العاملين في قناة الشروق بألف خير، وهم يبذلون الغالي والنفيس من وقتهم ومن جهدهم لتطلع الصورة بالهيئة التي ترونها الآن، وليكون المحتوى بالصورة المرضية. كل عام وكل الزملاء العاملين في أجهزة التلفاز المختلفة في السودان وحول العالم، هم وأنتم بألف خير. لا شك أن للتلفاز وشاشة التلفزيون دور الكبير في تشكيل الوجدان السوداني برفقة الإذاعة، والإذاعة السودانية على وجه التحديد وهي تعمل على تشكيل الوجدان السوداني برفقة التلفزيون. ونحن نتكلم عن اليوم العالمي للتلفزيون، لا بد من وقفة مع الذين يوثقون لهذه المساحات الوارفة والكبيرة لشخصيات لها الإسهام البارع. أسعد جدا عبر هذه المساحة أن أرحب بضيفي داخل الاستوديو، الكاتب الصحفي والإعلامي والموثق للفن السوداني الأستاذ صلاح الباشا. حبابك عشرة، منورنا في ظلال الأصيل. السلام عليكم، بارك الله فيك أستاذ، وأنا سعيد جدا أنه أجي كإطلالة عبر الشروق بعد فترة انقطاع، حيث كنا يعني في سابق الأزمنة عندنا استضافات فيها، وكانت برضو في مجالات متعددة، فالحمد لله أنه التاريخ جدد نفسه. يعني حبابك نحن سعيدين بالعودة، وخلينا نبدأ من الراهن الحالي تحديدا في اللحظة الحاضرة، حيث يتجمع الكثير من الأشخاص حول مطار الخرطوم الدولي لاستقبال السيد محمد عثمان المرغني على المستوى السياسي. أستاذ صلاح، كيف تقرأ هذه العودة؟ والله يعني هذه العودة وإن تأخرت لعدة سنوات، إلا أنها أتت في نهاية الأمر، ذلك أن مولانا السيد محمد عثمان المرغني مرشد الطريقة الخاتمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصلي لأكثر من 40 سنة، بعد رحيل الزعماء الراحلين الزعيم الأسهري والزعيم الشريف حسين الهندي، فقاد المسيرة وحقق فيها إنجازات خلال فترة ترأس الحزب وخلال فترة التجمع الوطني الديمقراطي أيضا، حينما حقق اتفاقية أو مبادرة السلام السودانية بين الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون غرنغ والحزب الاتحاد الديمقراطي برئاسة مولانا عثمان المرغني في أديس أبابا 16 نوفمبر 1988، والتي لم يكتب لها الاستمرارية بسبب التحول السياسي الحصل في 30/6/1989. فتأخر السلام كثيرا، وخلال هذا التأخير فقدنا أرواح كثيرة في الشمال والجنوب معا، وفي نهاية الأمر تحقق السلام في نفاجة، ولكن كان نتائج سلبة انفصال الجنوب بطريقة يعني دراماتيكية جدا، يعني انزعج لا مولانا المرغني أصلا لأنه هو كان وحده زي جون غيرينغ، ولكن تأتي الرياح بما لا يشتهي السفينة. مرحب به في بلاده، نتمنى أن نكون جيته فالخير وبركة ولإيجاد حلول للوضع المأزوم الحالي في البلاد. يعني طيب أستاذ صلاح، لو وديناك روشيتا وقلنا لك اكتب لنا وصفة لحال البلد الراهن، روشيتا كده لوضع البلد الحالي. والله أنا قبل ما أخد روشيتا يعني في بالي حاجة واحدة دلوقتي، في شد بين طرفين كتلتين، كتلة ترفض مسودة الدستور وكتلة مع مسودة الدستور اللي وضعته نقابة المحامين. الدستور يعني أنت يعني الطرفين دي ممكن أن إذا الاثنين قاعدوا أجلوا تشكيل حكومة المدنية وبقلوب صافية بيصلوا لحل، لأن السودان مشكلته ولا دساتير ولا أشخاص ولا أفراد، مشكلته استقرار مدني وبعد ذلك ترتيبات فترة انتقالية تحدث انتخابات عامة برضا الناس والأحزاب والكتل تجهز نفسها
وبنعمر. لكن بهذه الطريقة حالة الشد السياسي الحالي المسائل بتتفاقم. يعني انت شايف انه على قول اهلنا الرياضيين الكورة واطة، هاي خطوا الكورة واطة، وبعدين في شحن زايد اكثر من اللزوم. ما انت اذا ما توافقت الليلة في الانتخابات ما الناس دي بتجي، الطرفين بيجوا المعارضين للدستور الانتقالي اللي وضعته تسيرة هاي والمؤيدين عليه. بتجي انتخابات الأحجام السياسية بتتحدد الوقت ده. طيب نحن بنحسن نتوافق عشان ما نضيع سنتين في حالة شد وجذب وصراع ربما يكون عنده نتائج تانية تأخر الانتقالية ذاتها. طيب جميل، من الحوار السياسي البسيط ده ننتقل لجانب تاني، نتكلم عن إسهام مدينة المدني في تكوين الأستاذ صلاح الباشا. ده توسيق لي أنا يعني. والله يا اخي انا ما عايز اقول، يعني ممكن تكون شهادتي في نفسي المره دي شهادتك اللي مجروحه هاي، لكن مدني بس لانه نحن زي ما بيقولوا الادب رضعنا من 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 تداها. يعني مدني وما حولها درسنا فيها الاوليه في مصنف بركات المتوسط في مدني الثانوي في مدني، وده كله فتره الستينات. يعني من 60 ل 70 اكتملت يعني قدراتنا التعليميه. سنة 70 جينا هنا على الله على الجامعة، لأنه زمان ما في جامعات في الولايات غير خطهم هنا يعني. لكن فترة الستينات دي كانت فترة سرة جدا في المدينة، في شتى ضروب الحياة، سواء في الثقافة، في الشعر، في السياسة، في المجتمع، أكيد في الفن برضو. يعني إذا قلنا الرياضة كان معظم الفريق القومي زمان، المنتخب القومي بتشكل معظم من لاعبين مدني. الأندية القمة بيجيبوا الناس من مدني برضو، يعني أسماء مشهورة كان في الستينات، يعني سيد مصطفى وابراهيم بدوي، ابراهيم محمد علي القلاب رحومه زمان، حمد النيل، سمير صالح فهمي مشهور بسمارة ماش، يعني اسماء كانت لامعه ربما اذكرها. حد السبعينات كانت مدني هي الرافد لانديه الكره في السودان. طيب شنو اللي سر في كون مدني بوتقه لكل المبدعين و زهرة يفوح عبيرة لكل السودان، تقدح هذا الإبداع لكل السودان؟ نعم والله، شوف هي مدني لأنه مدينة مترابطة، وبعدين هي التكوين بتاعها من عدة قبائل شكلوا مدني، فيها تداخل وفيها انسجام وفيها تصاهر. يعني في مدني القبلية منعدمة، ما في شايقي وده محسي وده جعلي، كلهم خلاص تزاوجوا وتناسلوا، يقول لك من مدني خلاص من مدني، كلام انتهى. يمكن في عامل اقتصادي أساسي خلى معظم قبائل السودان تجي مدني، اللي هو قيام مشروع الجزيرة في سنة 1925 اللي هو زراعة القطن وكذا، كان أكبر مشروع في أفريقيا أو في العالم الثالث، فكان محتاج لعمالة ولتخصصات ولمهنيين ولعمال مهرة ولموظفين. زمان اللي بلقى وظيفة مشروع الجزيرة كان حس اخترف في أبو ظبي أو في دوحة أو في الرياض أو كده. كان مجدي وبعدين كان المشروع جاذب، يعني خوف، يعني المشروع كان إمكاناته كويسة جدا، يعني شايل السودان ده في ظهره 80 سنة القطن ده. فبالتالي العاملين كانوا في دعة، يعني في بيوت للعمال وللموظفين بمختلف طبقاتهم، في عربيات، في وسائل ترحيل للطلاب، ده كله من مشروع الجزيرة. الخدمات اللي كان بيقدمها للعامل حتى في المزارعين، يعني من عايد القطن كان بتكون في المراكز الصحية والشفخانات وتعليم الكبار ومقاومة الأمراض والإنشاء المدارس، ده كله من اقتصاد مشروع الجزيرة الناتج من زراعة القطن. طيب أستاذ صلاح، ما ممكن تذكر الجزيرة أو مدينة المدني إلا ويذكر الشاعر علي المساح، ذلك الشاعر الذي ساهم في تكوين الوجدان السوداني عبر فترات من خلال الأغنيات ما زالت موجودة. أنت مهتم بالتوثيق للفن السوداني. نعم والله، علي المساح رحمة الله عليه، أول شيء يتكلم عن المساح دي. هو علي المساح كان كثير التجوال في المدينة، في حفل، في حلقات ذكر، في كده في السوق الكبير، في محل مسكن في المدنيين. فعلي المساح تلقى في أي حتة من هو شاب صغير، فسموه المساح هو اللي في الأراضي بيمسح الأراضي عشان التخطيط العمراني وكده، يعني جاء اسمه علي المساح. والراجل ده كان من شاب صغير بيشتغل مع الترزية في المهن بتاعتهم، بتاعت حياكة العراوي، بتاعت الجلاليب والقمصان، بملازم نساجي بالخط كده، ده شغله متخصص. في أثناء ما بنسج بيكتب شعر،
فارتبط بالكاشف كمان العبغري. عبغري الأغنية السودانية. هي الأغنية السودانية. وأخذته تراث غنائي كبير. هل هو اللي أخرج على المساحة للملأ ولا كان في؟ هو الكاشف كان بغني غنى الحقيبة. وبعدين بدأ على المساحة ديو بلحي اليوم. حتى الفنانين هنا في الخرطوم كان على المساحة بديهم بغنوا الفنانين الحقيبة سرور وكرم وكذا. اشتهر يعني. من هناك برسل اليوم عادي بالبريد الأغنية بتجي يعني. من زمن الشغالين فوادي بتاعت الكاشف ودي كانت بالريق قبل الأوركسترا يعني. أيوة. وبعدين نعم فاهك يوم زين دواي بغنوها كم فنان حتى فيها الختمة بتاعتها فيها تعبير جميل جدا من المساح بيقول أنا المساح ده مع البكا دي ختمته بيقول أنا كاتم السير ما حكى وأنا الشاعر الهم مشتكى وانا الغصن المال متكى وانا العقده بحيل المشبكه وانا المساح ده مع البكا. فهبت مع البكا ده المساح ده عندها معنيين يعني. يعني أيوة. هو بيمسح او بيكف دموعه على والمساح هو نفسه على المساح. طيب انا هنا برضو داري اجيب معاك على نقطه مهمه جدا واعتقد يعني محتاجه توثيق. من المعروف انه الشاعر لا يوثق لنفسه او حتى يخطط توقيع لنفسه. الحاجة دي قاعدين نشهدها في المدايح. مثلا عبد الرحيم البرعي صل يا قريب داني على ريس الجناني البرعي فيك فاني والسكون كردفاني وكذلك وتسعد وكذلك حاجة الماحي. فذكر اسمه في نهاية القصيدة كتوقيع أو في الدعاء كان شايع في المديح النبوي الشريف لكن في الغنى ما موجود. موجودة عند علي المساح. الشاهد الأول وانا المساح دمع البكا في نغيم فاهد. والشاهد الثاني ناظم القول أخوكم المساح علي وحالته صعيبة خالص. نعم. يا محمد علي في الشاغلين فوادي. نعم 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 برضو خدت فيها اسمه خدت بصمته يعني. أيوة نتكلم عن, عن, عن تميز علي المساح في يوم القصائد. والله علي المساح طبعا زمان في صفاء الذهن ما في مشاغل ما في حاجات زي كده. وبعدين لما الشاعر أو المبدع يلقى ثناء من مجتمعه يبدأ وزاده بيشتغل الذهن بتاعه بيشتغل بيطلع حاجات جميلة جدا جدا. فده خلد علي المساح أنه يخد بصمته في غنى ما يقال عنه الحقيبة يعني. فبقى راسخ في من شعراء الحقيبة علي المساح خلاص. أستاذ صلاح كنا قد وقفنا قبل الفاصل في الحديث عن علي المساح وغيره لكن في الفاصل ذاته عندنا وقفة. الراحل المقيم حمد الرياح يشهد بواحدة من الألحان الخالدة صباح الجديد يا ابو القاسم الشامي. نعم هي حمد الريح فعلا. حمد طبعا وجوده في جامعه الخرطوم كان امين مكتبه في الاداب خلته يطلع يعني. فمن ديوان الشاب يطلع الصباح الجديد دي. انا بدرس 66 67 اسكن يا جراح واسكت يا شجون ما تعهد النواح وزمان الجنون واطل الصباح من وراء الغصون كده يعني. حتى في ختام أقول فيها قد جرى زورغي في الخدم العظيم ونشرت الشراع الوداع الوداع. فأبو القاسم الشابي ده يعني كان متزامن مع التيانس البشير عندنا في السودان. الاثنين مشهورين وشهرتهم طباعة كتبهم في القاهرة. القاهرة كان مركز الشعاع طبعا كبير جدا. حمد رايح ده يعني اطلاعه طلع منه غنى كثير يعني. مره بيحكي لي الله يرحمه فكان راي صديق كان راي جميل ملتزم ومطلع ومهتم بالفن جدا من الفنانين المثقفين. ايوه كان عنده حفله في مدني مسرح الجزيره يمكن 67. فقال لي انه هو لما جايب البصمه المدني اشترى من السوق الشعبي المدني حاجه يقول لها مجله الاذاعه والتلفزيون زمان كانت تصدرها وزاره الاعلام لسنوات طويله يعني. في الاول اسمها هنا درمان. أول رئيس تحريرها كان شاعر محمد الفيتوري الله يرحمه. وبعدين لما جاء اكتشاف التلفزيون سماه مجلة الإذاعة والتلفزيون ما عادت هنا درمان. فهو في البص فتح لي قصيدة منشورة للشاعر عثمان خالد إلى مسافرة اللي هي مشهورة يا قلبي المكتول كمد أعصر دموع هاد غني لسيد البلد يحلي الغني. عمد قال لما البص وصل الخرطوم الغني كان لحنها اكتمل. هو الغنية دي ماشية بوتيرة واحدة دائرية يعني ما فيها مغامات مختلفة أو مزيقة فيها نقلات واحدة للنهاية. دي سهلت له إنه يحفظها سريع.
فلما مشى بيته الوقت ذاك ساكن توتي يعني ومسك العود الغنية دي يعني كان دوزن لحنا خلاص دوزنة طوالي وداها لجنة تنصوصة جهزوها وسجل في زاوية وغناها في التلفزيون وعملت ضجة ضجة كبيرة جدا كان كل الناس في الشارع تغني يا حليل يا حليل فالحصل أنه لما وبعدين شاعر عثمان خالد في الاذاعه سجل في التلفزيون وحقوقه قاعد وكل شيء حمد ما لعب في عثمان خالد ده نهائي عثمان خالد هو من الأدبارة هاي لكن كان هنا في الخطوبه في الجرائد في الصحف وكذا حرر صفحات فنيه يعني شاعر مجيد كتب كثير للفنانين لابن الباديه رحله عيوننا ساكن انت بتتنسي ولعثمان حسين تستاهل وظين ل محمد مرغني وكتب في حته طريق في حته كده بقول لك مناسبتها بعد اكمل لك حكايتي انا مسافر طيب محمد رايح قال لي بعد سنه وشويه كان عنده حفله في النباوي اسمه خالد كان عنده اهله اجارين في حته النباوي دي ساكن معهم او حي القلعه قال لي انتهت الحفله تمام الحفله لا واحده بالليل يعني فانا ماشي على العربيه تيجي يعني الشاب كده السلام عليكم استاذ حمد كيف حالك اهلا بك انا قال وحده هو من الناس اللي بيسلم على المعجبين كده قال لي والله يا اخي انا عثمان خالد شاعر الى مسافره يا اخي انت وين يا اخي ليس انا مفتش لك يا اخي انت ما عارف انا في الجامعه في المكتبه قال لي والله ما خلص الاغنيه انتشرت ما في هذا يجيك ولا حاجه قال عندك حقوق في الاذاعه حقوق في التلفزيون رجعت امانات فنمشي ثاني ناحيه نطلع لك على كلام استلمه كده كشاعر يعني ما في الحقوق بتاعت الشاعر والملحن وكده فكان يعني شوف زمان تواضع الشعراء شوف الى مسافره السودان كله الغني ضجت في السودان كله وشاعر خالد لاقى الشاعر بعد سنه وبعد سنه يعني كان ممكن يمشي لحمد في الجامعه يتعرف فيه وكذا يعني لما كان في مكتبه الاداب خلينا برضو ننتقل نعم. لحته ثانيه ونرجع بها لود مدني الفنان محمد سيد احمد صاحب اغنيه ربي ما تحرم بيت من الاطفال برضو اعتقد ما لقى حظه الكامل من التوثيق والمعرفه ايوه والله يا اخي هو كان شغال موظف في السكه حديد في فرع مدني في محطة مدني ف وكان يعني بيجي يغني في اتحاد الفنانين في مدني فترة السبعينات الثمانينات أنا أخوي الله يرحمه حسن الباشا فنان مدني المعروف هو الأسس اتحاد الفنانين ده فكان زميل لهم يعني ففعلا ما لقى اهتمام محمد سيد أحمد صوت جميل جدا والغني ذاته عمل ضجة ولا حس بيجيبوها في كثير من البرامج فأنا أتمنى أنه يعني المسؤولين في الصغافه في كده اهتموا يشوفوا التوثيق الاستاذ ده وين ايوه وظروف وحاجات وكده يعني وبتحصل لفنانين كثير والله يعني بتجون ظروف ما في واحد بيجيب خبرهم يعني برضو نذكر محمد مسكين من الفنانين عندهم سلام. بصمه لا تذكر مدينه ود مدني او الجزيره الا يكون شعار الاغنيه يتخطى في اي برنامج من ارض الجزيره من قلب المحن من قلب الجزيره برسل للمسافر اشواقي الكثيره دي كتبها الاستاذ الله يرحمه الشاعر والصحفي فضل الله محمد كتبها هو في رابعه ثانوي مدينة الثانويه في رابعه ثانوي ايوه وقت مبكر جدا قبل ما يجي الخرطوم هنا الجامعه وقرا حقوق الخرطوم يعني وكان واحد من قاده الطلاب في اتحاد الطلاب في ثوره اكتوبر 64 وسجنوهم سجنوا الاتحاد كل يمكن اسبوع ما طلع الا بعد عبود اتنحى طلع من السجن وجوا السجن كتب الله فضل الله محمد خلينا نرجع لحاجه لحمد مسكين بعد ذاك نحن جايين لفضل الله محمد مسكين ده يعني شغله كله مع فضل الله الجيره في مدني ساكنين جنب بعض الاعمار شبه متقاربه محمد مسكين ما غادر مدني يعني عنده اكثر من 20 غنية معظمها شعر فضل الله محمد بس انا زمان كنت بلاقيه صاحب اخواننا يعني بقول له استاذ محمد يا اخي انت ما تستغل في الخرطوم لانه صوته جميل وبلحن عنده مغادرات لحنيه محمد مسكين ما بلحن له زول فيبقى ظروف بس يكون له ظروفه سريعه ما غادر مدني وكده حس عنده ولد اسمه ايمن بيغني نفس غنى ابوه وعنده غنى خاص برضه ماشي في نفس الخط نمشي ايمن مسكين ايوه نمشي لاستاذ الشاعر فضل الله محمد ربطتك به علاقه جيده نتكلم برضه نعم عنده والله هو برضه زي ما تقول هو صديق لاخواننا النظر ربطني به اخوي حسن الباشا طبعا لانه حتى فضل الله لما كان في الجامعه بيجي في الاجازات بيجوا البيت عندنا البركات وكذا فضل الله محمد الامين عركي الاجيال دي كلها علي ابراهيم علي العازفين لان الله يرحمه اسماعيل يحيى من دكوره ابر سليم بنتذكرهم يعني تهام خوجري في الستينات ففضل الله ده لما جاء كليه الحقوق سنه 63 على الخرطوم كان واحد زي ما قلت لك من قيادات الحركه الطلابيه في الاتحاد فلما قامت ثورة اكتوبر الندوة المشهورة واعتقلوا الاتحاد كله ودوه السجن الحربي في مدرمان بعد اسبوع عبود تنحى الرئيس عبود بطريقة راقية جدا
وسلم الحكومة المدنية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم الخليفة رحمة الله عليه. فطلع من السجن، هو جوا السجن، فضل الله كتب أكتوبر 21. يا سلام. الدار الحمرين لحنا كان أول نشيد للثورة، يا صحوة الشعب الجبار، يا لهبة الثورة العملاقة، يا مسهل غضب الأحرار، كده من دم الغرشة وأخوانه في الجامعة. بعدك ظهرت الأكتوبريات. بعدك الأكتوبريات هاي. طبعا هو خش في حتة بتاعت غناء عاطفي يعني. بعد طوالي أدى لمحمد مسكين أغنية ضربت رغم قياسي، ولحس مسكين أقصد فضل محمد الأمين، وكان عنده مزاج كده رايق بغنية افتتاحية اللي هي الحب والظروف. أيوة. مشهورة بمغادرة كنا ما ممكن تسافر. كنا ما ممكن تسافر. أيوة. وهذا كله كلام فضل الله. كنا ما ممكن تسافر اتكتبت لمحمد مسكين هي؟ لا سوري، ما مسكين، لمحمد الأمين. كتبت لمحمد الأمين. أي أنا آسف كنت مسكين، لكن محمد الأمين مسكين ما هي أرض المحنة وأخريات يعني، شعر الحب و راجع إليه وراجع عدة أغاني، بس ما أخذ الزخم هنا الإذاعة ما بتردد السجل. طيب معروف إنه أستاذ فضل محمد كان صحفي من الصحفيين الشاطرين جدا. وشوف حقوقي فضل الله خريج حقوق بدري 68 أو 69، اشتغل شوية في النيابة العام، وكان عنده شغل مع الصحف، في النهاية تفرغ للصحف للعمل الصحفي. طيب لاحظنا في الفترات الأخيرة قل إنتاجه، شنو السبب برأيك؟ والله شوف يعني أنا سألت السؤال ده والله رحمة الله عليه، قال لي خلاص كتبت كثير، وبعد ذاك بقت زحمة الحياة والعيال والدراسة والعمل الصحفي. زمان الشعر في زمن الشباب سهل يكتب يعني، معظم شعره كتبه في زمن شبابه يعني، غنى كثير جدا، غنى على مستوى يعني. والأكتوبريات الأناشيد، أغنية الانطلاق، المجد للآلاف تهدر في الشوارع كالسيول، دك زاحفها قلاع الكبت والظلم الطويل، ده كله شغل من فضل الله. طيب نحن وصلنا لخواتيم حوارنا، لكن لا بد من وقفة قصيرة كده عن شنو المحتاجين إنه نحن في توثيقنا للفن السوداني بصورة عامة، وتحديدا فيما يلي موضوع الأغنيات، لأنه في إرث كبير جدا عندنا من أغنيات وأشعار وكلمات محتاجة توضع في مكان واحد. والله تعرف يا أستاذ يعني أحيانا في قصائد غنائية كثيرة عندها مناسباتها، مناسبات كويسة وقوية، الناس بحسوا في الحتة دي، وبعدين تتحكي يعني، زي اللي قلت عليك عن حمد الريح إلى مسافرة، مسافرة وغيره كثير يعني. فنتمنى أنه نحن مهتمين بالجانب ده مع مشاغل الحياة، الواحد بين الحين والآخر يوثق إلى النشر. يعني أنا عندي 4 أجزاء في كتب اسمه أهل الإبداع في بلادي، مولت الجزء الأول والثلاثة ما أقدر أمول إلا أشوف ناشر جادة أديه، وهكذا آخرين يعني. إذن دي دعوة لي أول وزارة تتبنى الشغل بتاعنا ده والتشير تشير وتطبعه، اتباع تجاريا في المكتبات ممكن برضه، أو شركات التوزيع إن شاء الله. نتمنى إنه الثلاثة أجزاء تانية من أهل الإبداع يجي طريقه للنشر. أنا شاكر لك جدا أستاذ صلاح الباشا، بارك الله فيك، الموثق للفن السوداني والإعلام. عفوا يا أخي، كتر خيرك. شكرا لك كثير، كتر خيرك كثير، وكتر خير الشروق، وكتر خير ناس مدني، نسلم عليهم جميعا، يعني مدني بركات مارينجان، حتى دي كلها هي الخرج الإبداع بتاع ولاية الجزيرة، فن، سياسة، رياضة، مما جميعه يعني. شكرا جزيلا. شكرا، شكرا للأستاذ صلاح الباشا، ودي كانت مساحتنا في التطواف مع الأستاذ صلاح الباشا، اللي وقفنا فيها على عدد من الشخصيات والنماذج الفنية الغنائية في السودان. ما زال المعين فيه كبير، كان ممكن نتكلم عن العاقب محمد حسن.